مرحبا بكم على أصوات. إضافات التحولات جاءت لتحمي وتؤكد التعددية الموجودة في المجتمع المغربي، ولهذا لأول مرة إضافة التحولات يتم النص على مبدأين: مبدأ التنوع اللغوي والثقافي والمجالي وصيانة الانفتاح الذي اتسم به المغرب، وهذا تم التنصيص عليه في دفتر التحولات القاعدة الثانية. والمبدأ الثاني هو صيانة التعددية المدنية والسياسية. وقلنا في دفتر التحولات في المادة الخاصة بالبرامج الحوارية كانت المادة صريحة لا تقول، وهذا من الأخطاء ديال القراءة. قلنا تبث القناة الثانية أسبوعيا وبصفة منتظمة برنامجين حواريين موضوعاتين لمدة لا تقل عن 52 دقيقة، يعنيان بالقضايا المجتمعية، أي قضايا المجتمع كلها بشكل عام، بمشاركة فاعلين جمعويين مختصين في المواضيع المعالجة وعلماء دين. فين حنا حددنا القناة الإلزامية؟ هي في الفقرة الموالية: تحرص القناة في جميع برامجها الحوارية على مشاركة على حسب الانتقاد القرائي تحرص على مشاركة المرأة والشباب ومبدأ المساواة بين المواطن والمواطنات في المشاركة واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الرأي والفكر. إذا علماء الدين هذو راهم المغاربة، ولكن اسمح لي نكمل الجواب للأسف الشديد. تفضل. قلنا في المادة واضحة في إن القناة تعمل وفق التوجهات العامة للمؤسسات والهيئات الدينية الرسمية بالمغرب. الفصل 41 من الدستور صريح. المرجع في القضايا الدينية هو ما نص عليه الدستور بخصوص المجلس العلمي الأعلى الذي يعد هو المرجعية. الجواب هو أن الفصل واحد من الدستور ماذا يقول؟ أن الأمة تستند على توابيت جامعة ليضع الإسلام، السمح، الملكية الدستورية، الوحدة الترابية، الخيار الديمقراطي. القضايا اللي كتجمع ما هي؟ جزء منها كيرتبط بالمرجعية ديالنا في المجتمع، الهوية المغربية المتعددة المكونات. لكن المشكلة أن القناة قللها في البرامج في القضايا المجتمعية، لأن جزء من القضايا المجتمعية اللي كتثار في البلاد أحيانا كنبغيو نسمعوا مثلا